بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حاجه ممتعه جدا لما ديفيد مويز يسقط يورجن كلوب اخيرا ويقدر ان هو يكسبه. 6 ماتشات كلوب كان بيكسب فيهم السيد ديفيد مويز، والماتش الوحيد اللي ديفيد مويز كسبه كان سعيد بالرحمه موجود اساسي جوه الملعب. لا عاش قوي كمان، وسعيد بالرحمه عنه مباراه حلوه جدا في الوجبات الدفاعيه قدام صلاح والوجبات الهجوميه واستغلال الشارع اللي بيسيبه ترند وراه، واللي بيسيبه كمان جوردن هاندرسون ورا ترند، وعدم المسانده الدفاعيه اللي بتيجي من محمد صلاح. كل ده حصل ازاي وامتى؟ لان ليفربول بدا المباراه وهو خسران 1-0. والله يعني ليفربول وهم بيفكروا يقفوا الملعب كده وهنوزع نفسنا جوه الملعب، كره ركنيه اترفعت، اليسون طلع خبط قال لك حد ضربني، دخل الجون، الفار قال لك جون، الماتش 1-0 كده خلاص. يعني ديفيد مويز هيعمل اللي هو عايزه. ديفيد مويز ال 4-2-3-1 بتاعته دي هيرجع يلعب 5-4-1 وهيحط لك ديكلان رايس، ليبرو، وست كورتوزوما، ووست انجيلو اتصاب ونزل مكانه ريك دوسون، برده مكملين بنفس الاداء ومكملين بنفس الاليه اللي احنا شغالين بيها. ليفربول هيلعب كرات عرضيه، عندنا ديكلان رايس لما بينزل تحت بيكون طويل وبياخد الكره عاليه، ده غير كورتوزوما، ده غير الناحيه اللي كان فيها بن جوسون، والناحيه الثانيه كان فيها ارون كروسويل اللي كانوا قافلين على صلاح كويس جدا. يعني صلاح مثلا لما كان بيروح وبيحاول ان هو يخش في العمق كان بيلاقي سعيد بالرحمه قدامه، لما كان بيعدي سعيد بالرحمه كان بيلاقي كريسويل قدامه، لما كان بيعدي كريسويل كان بيلاقي ديكلان رايس قدامه، لو عدى ديكلان رايس كان بيلاقي فيه مسانده جايه من كورتوزوما، فكانت القصه بتبان مستحيله وصعبه جدا لو حبيت تقضيها فرديات. فرديات صلاح اللي كانت بتخلص ماتشات ليفربول، الماتش ده بقت متعطله ليه؟ لان في مدير فني اشتغل على حته ان انا اوقف صلاح النهارده. طب جوتا يعمل حاجه؟ طب ساديو ماني يعمل حاجه؟ لا، جوتا وساديو ماني النهارده كانوا خارج نطاق الخدمه حرفيا. طب نص الملعب اللي تحتيهم حد بيشوط؟ لا، هو قلت لك شامبو البدايه بشامبو اساسي، دي اساس يعني حاجه غريبه جدا، بس هي مشيت الماتش اللي فات بتاع اتلتيكو مدريد علشان خاطر اتلتيكو مدريد كان نازل مقرر ان هو يعمل حاجه، بس اللي حصل النهارده كانت حاجه مختلفه. انت النهارده لبست جون، فمفترض ان انت تطلع تهاجم، فوانت بتهاجم كان بيلعب عليك مرتدات بيستغل ان سعيد بالرحمه كل سكند بول كان بياخدها، كل سكند بول سعيد بالرحمه كان بيدخل في الزحمه وياخد الكره وينزلها لبابلو فورنس وبينزلها لمايكل انتوني وبيبص الناحيه الثانيه يشوفه بيقوم بيجري ولا مستني عشان خاطر يقابل ساديو ماني. مباراه تكتيكيه عظيمه جدا من السيد ديفيد مويز. ديفيد مويز عمل مباراه عظيمه جدا جدا تكتيكيه. المباراه والسيناريو ساعدوه بان هو بدا المباراه كسبان 1-0 البدايه، ساعدوه جدا. الفاول اللي محمد صلاح عرف يجيبه من ديكلان رايس وده بيدخل تريندي بيسجل هدف علشان خاطر يطلع واحد من نجوم مباراه ليفربول في لعيبه ليفربول، يعني هو طلع واحد بص هو طلع النجم الاول بالنسبه لليفربول النهارده، واخد اعلى تقييم بالنسبه لليفربول اللي هو 7.3 اللي هو يعني للدرجه دي كانوا ميتين. مع الدرجه دي كانوا لعيبه ليفربول مش مقدين اداء كويس، ولعيبه ليفربول كانوا سيئين فعلا جوه الملعب. الناس كلها على كده. والشوط الثاني نلاقي ان في تغير في مستوى ليفربول، لا هو كان في تغير في مستوى ويست هام. ليه؟ لان ويست هام قرر ان هو خلاص هنفكنا من 5-4-1 في الحاله الدفاعيه، هنطلع نعمل ضغط عالي، الضغط العالي اللي بيؤدي لاخطاء لعيبه ليفربول هيؤدي لانفرادات لينا، هيؤدي لزيادات هتيجي من على الاطراف بالرحمه او هيجي بون، فهنعمل 2-2، وده حصل كتير وهم كسبانين 1-0، بس حصل اكتر لما قرروا ان هم يطلعوا يعملوا ضغط عالي في نص ملعب ليفربول، فعلا حصل وقدروا ان هم يقطعوا الكوره من فابينيو راحوا انفراد 2-1، اتبسط لبابلو فورنس سجل الهدف الثاني، خلاص الموضوع بدا يتصعب على ليفربول. نسكت بقى، ترند يقول لك انا موجود، كره ركنيه، يعني الكره الركنيه اللي بتاعت الهدف الثالث دي كورتوزوما دخل وسط ترند ووسط ساديو ماني وحط بكل اريحيه، وفي الاخر الناس تقول لك ايه اليسون ماله اليسون ايه الولد داخل وسط الاثنين دول وكوره لعبها مدفع بدماغه، اليسون مين عايز تلبس اليسون؟ لبسه الهدف الاول، انما الهدف الثالث حاجه صعبه ومستحيله جدا. سيد كلوب يسكت، قال لك بص واحد بس اللي بينفعني في الماتشات دي، الواد الحنكوش اللي اسمه اوريجي، هو في الماتشات دي شغال الله ينور. فعلا نزل اوريجي وطلع جوتا وقرر ان هو يعني التغييره بتاعت تياجو الكانتارا، نحرك تياجو ونرجعه مكان فابينيو عشان احنا خلاص محتاجين ان احنا نهاجم، فننزل مينامينو. طب حلو الكلام ده، فعلا قدر ديجو قدر هذا الاوريجين هو يسجل الهدف الثاني. الهدف الثاني بالنسبه لنا واحد خفت جدا ان ليفربول يتعادل، لان ليفربول محظوظ جدا في الاوقات دي، ولما لقيت ان السيد ديفيد مويز الناحيه الثانيه خلاص بيقرر ان هو يدافع وينزل كوفال ويطلع سعيد بالرحمه وينزل باك ويطلع بون وينزل باك، قلت بس
شكله التعادل جاي، لحد ما الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله ان ليفربول ما تعادلش، والحمد لله ان هي عدت على خير عشان خاطر ويست هام يطلع كسبان النهارده 3-2. مباراه عظيمه جدا فنيا بالنسبه للاعيبه ويست هام، عظيمه جدا كروح واراده وحماس ان احنا لازم نكسب ليفربول في ملعبنا زي ما عطلنا ليفربول في 2018 لنقدر ان احنا نعمل معاهم نتيجه ايجابيه النهارده. مباراه مميزه جدا لسعيد بالرحمه، مباراه عالميه لدافيد مويز على الخط، مباراة نوعا ما مقبولة للاعيبة، لا مش مقبولة خالص، مباراة جيدة بالنسبة لمحمد صلاح لانه حاول على قد ما يقدر، اما الفرقة والباقي فالموضوع كان صعب لان احنا بنتكلم في موضوع ان الزاد البشري بالنسبة لليفربول صعب ان هو ينافس معاك تلات في دوري ابطال اوروبا ويجي لحد ينافس معاك في الدوري، دي حاجة احنا بنتكلم فيها من بداية الموسم. اتمنى الناس بتوع ليفربول ما يزعلوش لان انا واحد بشجع اساسا مانشستر سيتي، فبالنسبة لي يا اسطى انا عايزك تتغلب يا اسطى، والله عايزك تتغلب ونفسي تفضل تتغلب كل الماتشات، بس عشان خاطر ولادنا مو والجماهير بتاعته ما تزعلش، وبرده صلاح ابننا بيحزن سنة بيجيبش جوان، بنغرف الفانتازي وبنلبس نقاط، فلازم نقول ان احنا يعني مبسوطين باللي حصل النهارده. مباراه كانت مثيره جدا، مباراه جميله جدا، يمكن هتنسينا البيبي اللي احنا هنخش عليه بتاع فتره توقف الدوله دي، بس يعني الله كان